أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل وقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض
يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.